ليش اجيت لهون يا حبيبي؟ ليش يا ميت؟ هاي مين انت؟ يلا تعال. شو عم تعمل؟ شو القصة؟ اول مرة تشوفه. كيف فات؟ يا عريس فتشوا على السريع. حاضر. هذا مبين عشان أكثر مني يا معلم، معه هاي الصبغة تبع العرايس. مجهز حاله لحتى يعمل عرس ويتزوج. لا أصلاً أنا متزوج وكتير بحب مرتي، وهي العلبة لإلها لأنه بتذكرني فيها، أنا بخليها معي. لا 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 لا, لا توصيني. شو بك؟ أنا أول مرة بشوفك بالمشفى. إيه صح معك حق، لأنه أنت وقت دخلتوا لهون على المشفى كانت الناس عم تركض وأنا ركضت معهم، وآخر شي تخبيت بالخزانة كل هذا الوقت لأنه كنت كتير خايف. بس وقت سمعتكن عم تحكوا إنه اللي بيقوص عليها رح يطلع من المشفى ورح يصير حر، ما لقيت حالي غير طلعت واجيت لهون. انا اللي بدي اقوص عليها، انا رح اقوص عليها مشان اطلع. اسمعوني، رح اقوص، انا هلا رح اقوص على اي شخص بتقولوا لي عليه بس لحتى اطلع وارجع لعند مرتي. اوعى تعمل هيك شيء. شو هاد؟ اوعى تعمل هيك. ها يلا قولي لي مين بدك اقوص. انا جاهز اقوص على اي حدا بتقشري عليه. لا لا حدا يفهمنا شو عم يساوي هون. انت بدك تطلع من هون؟ تكرم، أنا اللي رح طلعك. يلا قوس عليها. يلا شو ناطر؟ طيب إذا قوست عليها أنا أكيد رح أطلع من هون. هذا وعد. إذا سمحت جهز لي السلاح لحتى أوصل. ليش اجيت يا حبيبي؟ هذا يلي كنت خايفة منه. عن جد كنت مفكرة اني رح اقدر اقعد بالبيت وانت هون تحت رحمة هدول المجرمين. انت ليش ما عم تفهم؟ هدول المجرمين وما عندهم اي مبدأ وممكن يأذوك، وهذا الشي رح يدمرني. كيف بدي اعيش اذا صار لك شي؟ أنا كرمال عيونك مستعد ضحي بحالي فوراً ومن دون ما أفكر. ما بقدر أنطر وأتفرج من بعيد وأنت هون. هذا مستحيل يصير. أنا قررت أجي، ولو انعاد فيني الوقت رح أرجع أجي وخاطر بحياتي مشانك، لأنه إذا صار لك شيء ما بدي أعيش من بعدك. أنا بحبك يا ميت، بحبك كتير ومستحيل أتخلى عنك لو شو ما صار. إيه؟ أنت شو عم تحكي معها؟ يلا أقول. بس أنا كنت عم حاكيها وهددها. خلاص قتلها.
بطل عن جد؟ انت سويت الشغلة اللي ما قدرت انا ساويها. طلع خذ لك نظرة عليها، هي خافت اول ما شافتك، انتبهت؟ يلا قوصها وخلينا نخلص منها بسرعة. يلا لا لا بترجاك اسحق قوصها، لا بترجاك لا. اللي عم تساويه كله غلط، ما بيصير تقتله. لا 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 يلا قوصها، يلا قوصها، خلص ولا صوت. لا يلا قتلها. اوعك تعملها. لا لا تعملها. لا يا ابني بترجاك بلاها. لا شو صار؟ أنا خايفة كتير. هيك الناس بتعوّص؟ شو سوا هاد؟ شغلوا ضو. ها؟ وين راح؟ أنا هون على الأرض. قال عمل فيها رجال وكان بده يقتلها. ها؟ لك هاد مرعوب من الصبية. لا وفوق ضرب لنا الكهرباء. يا عريس خذ المسدس منه على السريع. يلا يا عيني انت ما بتعرف تعوص، مبين عليك شخص بسيط، ما رح تقدر تقتلها. هي حظة تنقتل على ايد واحد فينا. انا يا معلم صدقني انا بعرف، بس تلبكت شوي مو اكتر. خلص اعطيني فرصة تانية ورح اعرف صيبة وقتلها فورا. انا هالمرة وعد مني، بس اعطيني فرصة اخيرة، بدي ارجع لعند مرتي وما بدي الفرصة تضيع علي. وانا اسف اني عملت هيك، ما كان قصدي صدقني، بس فرصة واحدة، بس واحدة. رجع له المسدس، هو بسيط بس اصراره عجبني. ايه اصراره حلو. خلينا نشوف هالمرة شو رح يعمل. يلا واقف ومع السريع، يلا نفذ اللي بيقوله المعلم. يلا عطول مسدس.